هي بتقرأ كل يوم سورة البقرة، فهي بتقول ماذا لو تعددت النية لكذا حد أو كذا حاجة، لا بأس. وكنا لسه قايلين إنه يصل ذلك بإذن الله تعالى ويحصل لكم الثواب إن شاء الله. وما تلتفتيش لمسألة إنك بتتوبي أثناء قراءة القرآن الكبير، استمري ولا تلتفتي لما يحدث لك أثناء القراءة، وأوهبي الثواب. اللهم هب مثل ثواب ما قرأت لروح والدي، إلى روح فلان، إلى روح أمواتنا من أقارب والدي، أقارب والدتي، أقاربنا جميعا، لمن تشائين أنتهى بهذا الثواب. فبعد ما بتخلصي بتصدقي، وبعدين تقولي اللهم هب مثل ثواب هذا إلى كذا. عايزة بتقريها لحاجة معينة، اللهم إني أسألك بحق هذا القرآن العظيم كذا وكذا وكذا، إن كان ذلك في شيء تقرأين من أجله. أو قلنا الدعاء الخاص إذا بنوهب الثواب لأحد من نريد أن نهب لهم ثواب القراءة، ونسأل دائما الله القبول.